نحن كعسكر مطلوب منا كل الشهر كانون الثاني جهوزية كاملة لعتادنا، ما نبلغ ب31 كانون الثاني أفضل درجة جهوزية بتاريخ حياتنا العسكرية عتادا وأفرادا ونفسية، كلهم هودي من حقهم التي نعمل إعادة نظر فيهم خلال هالشهر هيدا، وتكنيس الفخار المكسر الساقط اللي بسموه بالإنجليزي الاستابليشمنت بكل أنواعه وبكل مؤسساته إن كانت رسمية وغير